سلطان بن سهيم اللي هو كان بيقود هذا الحشد من الأمراء اللي من آل ثان، كتب تغريدة بيقول: بفضل من الله ثم بشرفاء الرجال عقد أول اجتماع لآل ثان لإنقاذ قطر، وما رأيته من حماس وعزيمة وإصرار من هؤلاء الرجال لإنقاذ بلدنا الحبيب قطر جعلتنا نشحذ الهمم للإسراع في خلاص وطننا وشعبنا من المغتصب. تعالوا نسمع الشيخ سلطان بن سهيم وهو بيعلق على هذا الاجتماع، ونشوف ربما يكون الخلاص على يدي هذا الرجل. ما يعيشون هذا اليوم بحق التاريخي، ولكن إن شاء الله قريبا بإذن الله الواحد لحد فرد الصمد وبعز عزيز وبذل ذليل قريبا جدا بنحتفل مع أخواننا وأهلنا في قطر باليوم الوطني، بعد ما ترجع قطر لعروبتها ولأصلها ونسيجها الخليجي. والله العظيم وأنا كل ما أقولها اليوم يا كل قبائل قطر وكل أهلنا في قطر، هم أخواننا وأهلنا ومننا وفينا، واللي جير عليهم يجير عليهم صح، واللي يضيرهم يضيرنا. إن شاء الله قريبا بنكون في الدوحة في قطرنا الغالية وهي جزء من نسيجها الخليجي والعربي وحتى الدول، وقطر لن تكون أبدا خنجرا مسموما لجيرانها أبدا. قطر هي درع لإخواننا وهي سيف لإخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في البحرين، في الكويت، في عمان، وكل إخواننا في الدول العربية. احنا دونهم بدروعنا وبسيوفنا برباحنا ابدا، نذود باوطاننا ونذود بانفسنا. ربما يكون الشيخ سلطان بن سحيم هو الحل، ربما عبد الله آل ثان هو الحل، الحل بيد القطريين في كل الاحوال، وقطر الشعب القطري مغلوب على امره، والنخبه الحاكمه اعتقد ان هي بتسير في طريق اللاعوده، ونحن امام ثورة منتظرة يمكن أن يطلق عليها ثورة القبائل، هي الثورة الوحيدة القادرة على إزاحة هذا الهم اللي موجود على قلب قطر، وهذا البيع، لأنه تم بيع قطر للإيرانيين جزء وللأتراك جزء آخر، أما عراب الصفقة فكانت إسرائيل. سبحان الله ما يجمع ما بين قطر وإيران وتركيا وإسرائيل، هو شيء واحد فقط: تفتيت المنطقة العربية.